التواصل يستمر واشواطنا تتوالى في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميله والرائعه على ارضيه هذا الميدان وهذه الانطلاقه 8 كيلومترات الحاضره مع هذه التحديات الحاضره مع رقص الكبار في ميدان المرموم في هذه الانطلاقات في الثلث الاخير من موسم سباقات الهجن المقبل الى الختاميات والمهرجانات والكثير والكثير الذين يعدون ملاك الهجن كل حسابات وكل آمالهم الكبيرة. نتمنى التوفيق للجميع. انطلق هذا الشوط السادس وهو شوط الثنايا المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل المتشكلة في ألوانها في انطلاقتها في تحدياتها الجميلة. قطعنا كيلو متر من البداية وهذه تسيطر ريمة محمد بن حمد بن درويش المنصوري يتقدم مع المركز الأول ويقود ريمة إلى هذا الموقع. حدث في المركز الثاني مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي يأتي بحدث على المركز الثاني والمركز الثالث. هذه روعة عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي في روعة الشوط وانطلاقتها وتحدياتها. بينما هناك المركز الرابع رابع المراكز دمع مسلم بسالم بن ثعلوب الدرعي تتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس. هذه نود لعلي بن عتيج بن علي بن خفية هي تتقدم ماخذ جانب اليمين هناك ومنطلقة على المركز الخامس. بينما المركز السادس الظبي في المركز السادس لأحمد بن عبد الله بن سعيد بن راشد الرشيدي الذي ينطلق في هذه اللحظات. بينما المركز السابع المراكز راهية لسالم سعيد بن منانة يتقدم مع راهية بينما وصلت في هذه اللحظات. وهذه الذيبة لسالم بن محمد بن هويدن الكتبي في المركز التاسع والمركز العاشر. شوفون يا أبو حمد كم هذه الثامن. المركز الثامن بناخذ المركز التاسع مع بالضعيف. هذه مثايل لحمدان بن حمد بالضعيف بن غدير. والمركز العاشر الشاهينية لعبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي. هذه النتيجة هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط ومسارة خلف العشر المراكز أسماء وشعارات عملاقة وأيضا تحديات. ترقبوا أن يكون الشوط في أثارة في حماس فيه كذلك تحديات في أسماء صالت وجالت وفي شعارات ونجومية حققت إنجازات كبيرة ورائعة للتنافس والأثارة. هذا يدل على حماس الشوط وأثارته وتحدياته. نعود مرة ثانية عبر شاشة دبي ريسنج في الكادر العلوي الذي تنطلق فيه هذه الشعارات وهذه الأسماء لنتعرف على تبادل المراكز طيلة هذه المسافة وعلى التغييرات الجميلة. شوف شاشة دبي ريسنج شوف مخرجنا مع الكادر العلوي تتقدم. هذه ريمة وهذا بن درويش محمد بن حمد بن درويش المنصوري يتقدم في هذه اللحظات يتقدم إلى المراكز الأولى. شعاره كذلك منافس مشارك حريص على المواقع الأولى والمراكز الأولى. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. حدث في المركز الثاني لم تتغير النتائج. مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث بن جعفر من الجانب الآخر. عبد الله بن جعفر بن مرخان يقدم مشاهدينا متابعينا الكرام روعة في المركز الثالث والمركز الرابع. هذه الظبي لأحمد بن عبد الله بن سعيد بن راشد الرشيدي اللي تأتي في هذه اللحظات في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. شوف هذه الكتلة وهذه الأسماء وهذه الشعارات اللي بعضها على بعض تتنافس في موقع واحد ومكان واحد. الشاهينية هذه الشاهينية لعبيد بن سالم بن مصبح بن قرش
الغفلي كذلك منافسة قوية. شوف اليوم شعار الشطرندي هناك أو الشعار والنجم البيضاء هذه رقم ثلاثة. شكرا أبو حمد. هذه الشايبة وهذا أحمد بن خلفان بن راشد القمزي يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم بهذا الشعار الجميل بهذه الأداء الجميل والرائع، وهناك ناخذ المركز السادس لنكمل ندانا ونشوف بن ثعلوب في المركز السادس. بن ثعلوب شعاره معروف أيضا إنجازاته وتحدياته، هذا اللي هي دمعه مسلم بسالب بن ثعلوب الدرعي يتقدم في هذه اللحظات، بينما المركز السابع بن منان وهذه راهية لسالب سعيد بن منان المتحدي، كذلك المنطلق المتحدي مع هذه الانطلاقات. وصل بضعيف، وصل شعار الهدة كذلك قادم في هذه اللحظات. مثايل لحمدان بن حمد بضعيف بن غدير وهي في المركز الثامن لا تحسب يا رعم صيحة. والمركز التاسع شف لسالب سعيد بن منان الاكتبي. والمركز العاشر هناك العاشرة هذه الوارية هلال بن محمد بن عبد الله بن سالم المعمري الذي يأتي في هذا الانطلاق. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار، دعتها إلى حضراتكم في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، هذه الانطلاقات عودة إلى المركز الأول، عودة إلى المراكز الأولى وعودة إلى التنافس. شوف التقارب، شوف المراكز، تقريبا 12 أو 15 مركز كلهم عندهم طموح في الفوز والناموس، لأن ما في مسافة، ما في حد ير الشوط من بدايته، ولكن في ركود، في هدوء. يعني هنا التكتيك، هنا المسايرة والمحاسبة والتفكير، كذلك لدور كبير مثل ما التضمير والعناية لها دور. شو نعود إلى المركز الأول، وهذه حدث في مثل هذا اليوم، مع حدث بالفوز والناموس. مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي يتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني الشايبة يا سلام أحمد بن خلفان بن راشد بن غليط القمزي يتقدم في المركز الثاني، بينما المركز الثالث والمركز الثالث بن درويش المنصوري مع ريمة محمد بن حمد بن درويش المنصوري يتقدم مع المركز الثالث. المركز الرابع هذه الشاهينية لعبيد بن سالم بن مصبح بن جرش الغفلي. المركز الرابع دمعة المسلب سالب ثعلوب الدرعي. في المركز الخامس المركز السادس عندك يا بالضعيف، يا سلام وهذه مثايل حمدان بن حمد بالضعيف بن غدير يقدم لنا مثايل. ووصلت الوارية الهلال بن محمد بن عبد الله بن سالم المعمري تتقدم كذلك على المركز السابع والمركز الثامن. هذه الثامنة اللي هي طيف سلطان بن علي بن سلطان الكتبي بالهناوي الكتبي، وهناك أيضا المركز الثامن وهذه روعة لعبد الله بن جعفر بن مرخان، بينما هناك شغف بن منانة من الجانب الآخر، سالم بسعيد بن منانة، وتتدخل على المركز العاشر وينها العاشر بن ميرين. هذا شعار بن ميرين المسك لعلي بن سلطان بن علي بن ميرين تتقدم على المركز العاشر. يلا هني التركيز
يا سلام، والموقف الموقف حساس للغاية من كثرة هذه الأسماء، من كثرة هذه الشعارات اللي مع بعضها البعض تتداخل وتتبادل وتتنافس في الثنايا، في سن الثنايا سن الكبار في الأيام الأخيرة للتمهيديات للسباقات. يا سلام، وأيضا هناك بمنان هو المتحدي هذه الأيام، وهذه الأيام يلا يا المتحدي، يلا يا المتحدي سالم بسعيد بن منانة الاكتبي، راهي اللي غيرت هذه رقم 10، راهي نعم، هذه راهي 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 سلالة راهي، من شكلها من شكلها من شكل انها طلوع ولا جدلان ولا سلالة يعني راهي راهي راهي، وسلالته معروفة معروفة. المركز الثاني، المركز الثاني الوارية 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 هلال بن محمد بن عبد الله بن سالم المعمري يتقدم على المركز الثاني، والمركز الثالث من الجانب الآخر الشايبة لأحمد بن خلفان بن راشد القمزي على من الجانب الآخر. وصلت كل الأسماء، وصلت كل الأسماء، شوف اللي وصلت، حدث حدث حدث. مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي بدأت تتحرك، وصل بن جعفر أيضا روعة روعة روعة، عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي يلا حرك يا محرك. الثمانمية متر الأخير انشغلنا عن الالف ومئتين وعن الكيلو الاخير، ما شاء الله بهذا المنظر وبهذه الاسماء قربنا جولة الاوامر. يلا 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 جاوز يا مجاوز، وشوف اللي غيرت اللي غيرت، حدث حدث. مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي تتقدم بالمركز الاول، تقود الشوط، قادة الشوط عاد المتحدي مرة ثانية، ياتي بشغف شغف شغف. سالم بن سعيد بن منانة على المركز الثاني، بن جعفر على المركز الثالث روعة، عبد الله بن جعفر بن مرخان على المركز الثالث، ولكن وبن عويضان على المركز الرابع، ولكن ما طاعت حدث، ما طاعت لتسجل الحدث بالفوز والناموس في هذا اليوم. وشغف شغف ولا حدث حدث، لا زالت شغف تحاول، شغف تحاول الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، وشغف وحدث، شغف 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 شغف، يا سلام شغف تنتزع ناموسي هذا الشوط. سلام لأهالي زعبيل، هذه شغف سالم سعيد بن منانة تأخذ ناموسي هذا الشوط بجدارة. مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي في المركز الثاني مع عدد المركز الثالث، شوف أرقام هنا رعم صحيحة اللي وصلت روعة لعبد الله بن جعفر بن مرخان. المركز الرابع هذه الوارية الهلال بن محمد المعمري، والمركز الخامس هذه بن عويضان نعم اللي هي ضجه لمحمد بسهيل بن عويضان العامري. هكذا كانت النتيجه مصحوبه التوقيت الزمني، مصحوبه بالخمس المراكز عفوا ومشاركه زملائي في الارقام. شكرا في عربه النقل. نعود مشاهدينا الاعزاء الى التوقيت الزمني مع مخرجنا في هذا المساء. 13 دقيقة 12 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسالم سعيد بن منانة المتحدي على هذا الفوز والناموس، فوز شغف بالمركز الأول، المركز الثاني 13 دقيقة 12 ثانية، 6 أجزاء من قدمت كذلك تنافس جميل حدث مطر بن عبد الله بن حمد الكتبي. والمركز الثالث هذه الثالثة 13 دقيقة 12 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، وهذه روعة عبد الله بن جعفر بن مرخان الكتبي. هكذا كانت النتيجة، تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا